مجموعة بيجو سيتروين الفرنسية أقرت هذا الاثنين خطتها الإصلاحية لمعملين في فرنسا. الخطة تتضمن الاستغناء عن نحو 8000 موظف، 3600 موظف منهم يعملون خارج إطار الإنتاج في قسم المتطوعين. لا أعلم ماذا سأفعل، أنا تائه تماما. بالنسبة لي سأغير عملي، فلست أنا من طالب بالبطالة، وإنما الإدارة هي التي فرضت علينا ذلك في هذه الظروف. نمو مبيعات سيارات بيجو سيتروين يشهد تدهورا منذ العام 2010، وقد سجل تراجعا وصل إلى 15% في العام الماضي. المجموعة أعطت مهلة للعمال الذين سيتم الاستغناء عنهم في قسم المتطوعين لغاية آخر كانون الأول ديسمبر من العام الجاري للاختيار بين تغيير الوظيفة للعمل في مكان آخر، القبول بوظيفة مقترحة من المجموعة، أو التقاعد المبكر.